بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسله وأنبياه، فهذه سيرة الفارس الكرار والبطل المغوار الذي شاع ذكره في كل الأقطار، وأذل بسيفه كل صنديد وجبار، وما جرى له في تلك الأيام مع ملوك التبابعة وفرسان الصدام من الحوادث والوقائع التي تسعد القارئ وتطرب السامع. أول ما نبتدي نحمد الله رب العرش، ما نعبد سواه، نثني بالصلاة على نبينا، تلقى كتاب من ربه قرا، ونطلب للسامعين غفران، ما يخيب الرجاء عند الله، ولحتى يصير هالتاريخ عبرة نفتح صفحة التاريخ ونقرأ. هل نقتسم الصيد هنا؟ ولما الاقتسام؟ نأكله معا. والعيال؟ وزعوا الصيد على العيال، والدعوة عندي دون صيد. نلتقي عندكم مساء إذا. وتجلبوا إخوتك. طبعا، ووائل أولهم. لا تتأخروا. كانت زيارتك قصيرة يا زهرة. ماذا أفعل يا فاطمة؟ ماذا أفعل؟ ألا ترينهم؟ أين وائل؟ يجب أن أودع. أما كان بالإمكان الانتظار قليلا حتى يعود أخوتك من الصيد وتودعهم؟ أخشى أن يتأخر. أنا أعرف كيف يلهي الصيد الرجال عن كل شيء. لقد كان حظي أن أتزوج ممن يحب الصيد أيضا. وهل لبيد صياد بارع؟ لا أعرف، لكنه يعود دائما بطرائد حية ليذبحها في البيت، يتباهى بأنه يلحق بها حتى يقبض عليها حية. لم أكن أحب أن أتكلم، ولكن لابد من قول ما في النفس قبل ذهابك يا أختاه. لولا خشيتي أن أنغص عليك عيشك لما سمحت بذهابك بهذه الطريقة. ما عهدناك إلا واسع الصدر يا أخي. إن الحلم على الحمقى قاتل للروح. ما الداعي لإرسال هؤلاء الفرسان لاستدعائك وهو يعرف أنك عند أهلك؟ يريد أن يرينا سطوته؟ ألا نستطيع نحن أن نوصلك؟ لا تكبر الأمر يا أخي، زوجه مشتاق إلى زوجته ويريدها بسرعة البرق، فيرسل جيشا لجلبها. لم أكن أتوقع أن يرسل في طلبي بهذه السرعة، عادة يتأخر في الصيد أكثر من ذلك. أفهم ما يريده زوجك لبيد. ذوو الأصول الوضيعة وحديثو العهد بالجاه يريدون أن يستعرضوا قوتهم وهم حديثو العهد بالعز، ولا يتأكدون من عزهم الطارئ إلا بالتطاول على أصحاب العز التليد. أخفض صوتك يا أخي، سيسمعونك. فليسمعوني، أتظنينني خائفا منهم؟ أنا أحس بما تحس به يا أخي، ولكن في النهاية ليس للمرأة إلا بيت زوجها. استودعكم. رافقتك السلامة. هدئ نفسك يا أخي، ربما كان ما تفكر به غير وارد في بال زوجها الأحمق. هذا لا يغير شيئا مما أحس به يا فاطمة. عظيم، عظيم أنك أرسلت في طلبها.
يجب أن يعرف وائل بن ربيعة أنني أظل الآمر الناهي حتى على أمور بيته وقبيلته، وأنه ليس هناك من يحق له التفكير في الزعامة كلها طالما أنني الوالي هنا وأمثل سليمة بن الحارث ملك كندا. ويجب أن يعرف هذا الوائل أن أخته هذه ليست زوجة، بل هي جارية آمرها فتطيع. هل أرسلت قوة كافية لجلبها؟ أو يحتاج الأمر إلى قوة كبيرة؟ يجب أن نريهم سطوتنا. فهمكم كفاية يا أخي لبيد، التهديد بالقوة أفضل من استخدامها. أريد أن أفهم ما الذي يرمي إليه وائل من تشكيل تلك القوة التي حدثونا عنها. ظاهر الأمر أنه يريد حماية القوافل. وماذا نفعل نحن؟ لماذا نمثل ملك كندا؟ إذا كان سيشكل جيشه الخاص به لحماية التجار الآخرين، فما الذي نفعله نحن هنا؟ ألسنا نحن المعنيين بالأمن والنظام؟ قالوا لي إن الملك يستقبله استقبالاً خاصاً حين يذهب إلى حضرموت. لابد أن الملك يتوهم أن لدى وائل بن ربيعة قوة تستطيع أن تؤمن لهم الخدمات، وربما للفرس أيضاً. أيكون وائل طامحاً إلى أن يكون والياً مكاني؟ أو ربما ملكاً. تضحك؟ لابد أن هذا ما يجول في ذهنه، وإلا كان يمكن أن يثق بصهره. كان يمكن أن يفكر باستئذاني أو بالاعتماد علي في تشكيل تلك القوة أو في تحقيق مطامحه، حتى لو كان يريد الملك. على أي حال، حتى في هذه لن ينجح. هل أرسلت من؟ أرسلت من يقطع طريق قافلة امرئ القيس بن أبان. هذا أكبر تاجر لديهم وأعز صديق لوائل وأخيه وأهله، ولم أرسل إليه قوة كبيرة. المطلوب هو فقط الإثبات أن القوافل غير آمنة، أليس كذلك؟ أجيت تبحث عني يا وائل؟ سعدل، لا، لم أتي للبحث عنك، بل جئت أسأل عن أخبار امرئ القيس بن إبان. هل جاء خبر منه أو من قافلته؟ هنيئا لمن تهتمون به يا ابن ربيعة، ولكن أنا أنتظرك منذ الصباح، وكنت سأذهب إليك لولا أنك سبقتني، كما أنت سباق دائما لكل فضل. حسنا حسنا، ماذا قررت؟ أنت تقسو علي كثيرا يا وائل، التجارة لا تسير على هذا النحو. طوال عمرنا نأخذ ونستدين ونجلب بضاعة نقايض بها. لا تدخلني في حبائل هذه التجارة، تريد الجلود والصوف والشعر تعطيني مقابلها مالا، وإذا لم تقبل أعطيتها لامرئ القيس بن أبان، فهو قادم اليوم. نحن في ضائقة وعلينا ما يجب أن ندفعه، ثم أننا لا نأخذ منك أجور حماية القوافل. ولكنك لا تحميني يا وائل. لا أحميك؟ ومن الذي أوصلك من البحر إلى هنا؟ جنودكم، ولكن أتظن أن الخطر هو هنا فقط؟ أتريدني أن أحميك وأنت في مصر؟ اسمع، لست هنا لأخذ رأيك في الحماية. تريد الجلود أم لا؟ أريدها، أريدها. وبالسعر الذي قلناه؟ أمرك، أمرك. ماذا أفعل؟ الجميع في ضائقة. أقسم لك إنهم في اليمن يعرفون بالقحط، ولذلك أنزلوا أسعار الجلود. يعرفون أنه إذا استمر القحط على هذا الحال فستنفق القطعان، ولن تجد من يتعب نفسه بسلخها. وخلاصة الكلام؟ أدفع، أدفع، ولكن ألا يرضيك أن أدفع لك كما دفعت لعمك مرة بن ذهر؟ يكفيني. لحظات وأعود لك بالمال. هل لدى أحدكم أنباء عن امرئ القيس بن أبان؟
اقتربنا من الديار، سأسبقكم. رافقتك السلامة. تجدني عند وائل أو سالم. عند سالم بالتأكيد وفي الحانة. صيدكم وافر يا أبي. بل صيادون لا يرحمون يا جليلة، لو تركناهم لما تركوا ما يطير أو يدب على أرض. يكفي طمع أخيك همام وصديقه سالم الزير. لماذا تسميه طمعا يا أبي؟ هذه رياضتنا. قدم حسابك إذن إلى أسمى. سالما وغانما يا أبا شيبان. أهلا ضباع. أرأيت أخاك يصر على أن يناديني ضباع؟ تشكو مني وكأنني أنا الذي سميتها بهذا الاسم. وما الفارق؟ صديقك سالم هو الذي سماني. ما ذنبي إذن؟ عندما تزوجتك هكذا كان اسمك. كانت أيام شباب ولهو، صارت أسمى الآن أم البنين. هيا جليلة، أشرفي على إعداد الطعام بنفسك، سيأتي التغليبيون للعشاء عندنا. سمعا وطاعة، ما زال الوقت مبكرا وسأشرف على كل شيء بنفسي في حينه. سآتي لمساعدتك في الوقت المناسب. أهلا بك يا ابن أبان، كيف كانت رحلتك؟ موفقة يا فاطمة، موفقة. هل جلبت لنا زينة هندية جميلة؟ وهل لجميلة مثلك أن تسأل عن الزينة؟ كفاك احتيالك، هذا يعني أنك لم تجلب لنا شيئا. بل جلبت الكثير، سيصل كل شيء مع وصول القافلة، ولكنني جلبت ما سيحسن موقعي عند أخيك الزير. لا تقل لي أنك جلبت له جارية جديدة. ليس هذا ما يحتاجه مني، جلبت له سيفاً هندياً. أين هو؟ ذهبوا إلى الصيد، أظنهم سيأتون الآن، ألا تنتظرهم؟ وائل كان يسأل عنك. لا لا، لست بحاجة إلى جلسة نصائح بعد هذا العمر. كلكم تظلمون أخي وائل لأنه لا يشارككم لهوكم. برو القيس، هذا أنت؟ لما تقف عندك؟ لماذا لا تدخل؟ تعال تعال، حدثني عن تجارتك. في الحقيقة كنت على وشك أن أدخل، ولكن فاطمة استوقفتني كي تسألني عن زينة النساء الهنديات. وأنا سأسألك عن أسلحة الهند وجيوشها. لقد جلب سيفا للزير. ومنذ متى تسمين أخاك الزير؟ ألا تستحين؟ قل لي، ألم تجد فرساننا بانتظارك لمرافقة القافلة؟ لا، لم أجد أحدا. هل كان هناك من ينتظرني؟ طبعا، نحن نتولى حماية القوافل. غريب أنك لم تجد أحدا. أبو نويرة التغلبي هو القائد لمجموعات الحراسة. ونعم الفارس، لكنني لم أجد أحدا بانتظاري. تركت القافلة ومعها أخوك درعان. وهل تعلم التجارة؟ سيتعلم، ليس الأمر صعبا. سيوفهم رائعة. حبذا لو أننا استغنينا عن سيوف الهند واليمن وصنعنا سيوفنا بأنفسنا. حبذا، ولعلنا نستطيع ذلك قريبا. هل اكتفيت من الأسئلة يا وائل؟ آه يا امرأة القيس، كيف يكتفي المرء؟ أتعرف أنك الوحيد الذي يسألني عن أمور كهذه؟ كلهم يسألونني ماذا جلبت وبكم بات، وربما يسألونني عن النساء أيضا. سالم وحده يسألني عن صناعة السيوف،
وأنت تسألني عن تنظيم جيوش. صرت كلما سافرت إلى بلد أقول لنفسي علي أن أرى الجيوش وأعرف تنظيمها لكي أعرف كيف أجيب وائلا حين ألتقي به. صرت أخاف أن يعتبروني من عيون أعدائهم. هل تعتقد أن نظاما مثل الذي تقول عنه في الهند يصلح لبلد مثل بلدنا؟ لا أظن. لماذا؟ لأن الهنود منقسمون منذ زمن طويل إلى أكثر من مرتبة، والكل يعرفون بهذا التنظيم ويعترفون به، هناك من المهرجات إلى المنبوذين. أما نحن فليس لدينا إلا مرتبتان، الأحرار والعبيد، وأولئك الذين لا يرضون بهذا التقسيم يتصعلكون. ولكن هناك مراتب لدينا، هناك وجوه القوم وهناك، ولكن الجميع يشتركون في طعام واحد وعلى مائدة واحدة وبالطريقة ذاتها، وجميعنا نجلس في مجلس واحد ونناقش أي أمر، ويستطيع أي إنسان مهما قلت قيمته أن يعترض على رأي كبير قوم مثلك. يجب أن يتغير هذا كله. لماذا؟ نحن مرتاحون هكذا، كل شعب يرتاح إلى الطريقة التي يعيش فيها. ولكنني لست مرتاحا إلى وضعنا هذا يا امرأ القيس. في الشمال والشرق دولتان كبيرتان، الروم والفرس، لا يطمح أكبر سيد عندنا إلا في أن يصبح عاملا عندهم. وفي الجنوب الحميريون واليمانيون، قلاع وأسوار وحصون وجيوش، ونحن ماذا نحن؟ قبائل متفرقة وتضامن بلا مواثيق. يجب أن نغير من أوضاعنا، يجب أن نجد وسيلة تكون لنا فيها هيبة حتى على هذه الدول. أفهمك، ولكن بصراحة أنا مرتاح لحياتنا هذه. كثيرون يظنون بأن علي أن أغير حياتي لأنني أشتغل في التجارة. أنا شخصيا لا أرى ذلك، وها أنا ذا أبقى مع سيفي وقبيلتي وحصاني وتقاليدي فروسيتي رغم أنني أعمل في التجارة. تصور أن أصبح مثل سعدل أو غيره من التجار. السلام عليك يا أختي. أهلا سلامة. أصحيح أن الزهراء قد ذهبت؟ ذهبت، أرسل هذا الوغد جنده في طلبها. وسمح لها وائل أن تذهب؟ وهل يمنع المرأة عن زوجها يا سلامة؟ وائل يا وائل، وائل، أليس امرؤ القيس بن أبان هنا؟ لا أعرف. بلى، إنه في الداخل عند أخي وائل. فيما لهفتك يا أخي؟ ألا نسلم عليك ونرحب بك؟ ما الأمر؟ تعرض اللصوص للقافلة. هل استولوا على كل شيء؟ قاتلوا 3 من فرسان الحماية ونهبوا جملين محملين. وأين ذهبوا؟ لا نعرف. ولم تروا أبا نويرة التغلبي؟ لم نرى أحدا. إن لم نستطع حماية القافلة فنحن مسؤولون عن العثور على هؤلاء اللصوص وحتى عن تعويض الخسائر. لا تهتم يا وائل، حمولة جملين لا تساوي انزعاجك هذا. لا لا، أريد أن أعرف إن كنا أهلا لما نتنطع له أم لا. حين يأتي أبو نويرة التغلبي سنتصرف. اذهب واغتسل، لدي ما أحدثكم به على العشاء. لكن العشاء سيكون عند مرة. ولماذا عند مرة؟ سالم هو الذي اقترح هذا. سالم، سالم، لا يكتفي بهلهلة الشعر بل سيهلهل حياتنا وقيمتنا أيضا. أين هو الآن؟ انطلق بجواده دون هدف واضح. ألا تعرفون حتى كيف تدخلون الحي مجتمعين؟ كأنك لا تعرف سالما. بل آن له أن يعرف نفسه. هل بينكن من تحتاج إلى مساعدة؟ أعجبك الحصان يا حارث؟ أعجبني، لكن خياله لم يعجبني. لماذا؟ هل رأيتني وأنا أركبه؟ لا، رأيتك وأنت تسقيه،
ألا ترى العرق يتصبب منه؟ سوف تقتله بسقايتك له الآن. دعك من هذا الكلام يا حارث، ما من مخلوق يضر به قضاء حاجته، وخاصة إذا كانت الحاجة شربا. لابد أن هناك حكمة في أن الخيول لا تشرب الخمر. لو كان يشرب الخمر لسودتم عيشه، ولكنني لا أفهم أين الضرر في شربه الماء. الحصان عطشان لذلك فهو يشرب. هل تستطيع أن تجبر فرسك على الشرب إن لم تكن عطشان؟ لا أحد يستطيع إجبار النعامة على شيء. طبعا، وخاصة إذا كان خيالها عجوزا. تراني عجوزا إذن؟ ما رأيك في شوط السباق؟ لا، تلك مباراة خاسرة لي في الحالين. إن سبقتني تفاخرت علي، وإن سبقتك قيل شاب سبق عجوزا. دعك من هذا اللغو واركب حصانك. وإن سبقتك فلك أول ما تنجبه النعامة. هكذا يصبح السباق مغريا. هيا بنا. هيا. جاهز؟ جاهز. هيا. حييتي يا فاطمة. أهلا بأبي نويرة، تفضل، إنهم يسألون عنك. هل ذهبت الزهراء حقا؟ ذهبت. أين كنت يا أبا نويرة؟ كنت في طريقي إلى هنا. طبعا ستكون في الطريق إلى هنا بينما اللصوص ينهبون القوافل. لقد تعرض اللصوص لقافلة امرئ القيس. يبدو أن أمورا أخرى قد حدثت، أليس كذلك؟ هل ذهبت الزهراء؟ أنت هنا للسؤال عن الزهراء يا أبا نويرة؟ أما أنا لنا أن نكبر يا أبا نويرة؟ أنا لا أريد أن أكبر، اكبر وحدك. لو كنت أعرف أنك لن تكبر لما تورطت بتسليمك مسؤولية كهذه. قل إنك غير قادر على حماية القوافل أو غير مقتنع بعمل كهذا. ليست مسألة قدرة أو اقتناع يا وائل. مسألة ماذا إذن؟ مسألة إنني غير قادر على الاقتناع بفكرة تزويجكم الزهراء. لا علاقة لك بمسألة تزويجنا لأختنا يا أبا نويرة. لا علاقة لي؟ فعلا لا علاقة لي. ولكنني أريد أن أقول لك شيئا، إن هذا الزواج غير مرضي للكبرياء، والطريقة التي يعاملكم بها لبيد طريقة مهينة. وهل هذا مبرر لعدم قيامكم بواجبكم؟ هذا هو سبب ترككم اللصوص يسرحون في ديارنا ونحن ندعي حماية القوافل؟ أعرفت أن اللصوص شنوا غارة على قافلة امرئ القيس بن عبان؟ الآن فقط عرف كيف يتفقد الزهراء؟ وما علاقتك أنت بهذا؟ اذهبي وانظري إن كانت النساء قد عدن بالحطب. هيا. طوال عمري وأنا أحبها وهم يعرفون ذلك. أما كنت تستطيع التدخل قبل أن يزوجوها؟ أعرف أن وائل وسالم صديقاك. ما كان من الممكن التدخل يا ابن شيبان. أنت تعرف أن هذا الزواج كان نوعا من القسر، فلبيد عامل الملك الكندي، ولا أحد يجرؤ على أن يعارضه أو يعترض طلبه. هذا ما يجعلني أحب أبناء مرة. لو تعرضوا لمثل هذا لما قبلوه ولو بدمائهم. جساس وحده ما كان ليرضى. كفك تخريفا يا عمرو. أو تظن أن أبناء ربيعة أقل عزة؟ أفهمني إذن، كيف قبلوا بتزويجها من لبيد؟ لأن وائل يفكر تفكير زعماء،
هذه مصاهرة من يسوس القوم. وأنا الآن حائر جدا، لا أعرف كيف أرضيه. لقد وقع اليوم خطأ بسبب تركي لجنود الحراسة. كان يجب علي أن أترك كل شيء حين علمت أن لبيدا يرسل جيوشه لأخذ الزهراء. لا تبالغ يا رجل، أي جيوش هذه التي تتوهمها؟ كلهم أقل من 10 جنود، ولذلك كنت أقول أن وائل ما كان مضطرا. أسكت أسكت، لا تحكي عن وائل حتى لا تتورط في الحكم على ما كان عليه أن يفعل. حيرتني يا أبا نويرة، أنت جئت تشكو لي همك، وها أنت نفسك تدافع عن وائل وعن تزويجه من تحب إلى من لا تحب. من تحب إلى من لا تحب؟ هل حق علي أصلا إذ أحادث رجلا يقول ما لا يفهم؟ أنا أقول ما لا يفهم؟ تزويج من تحب أنت إلى من لا تحب هي؟ ما الذي في كلامي غير مفهوم؟ إلى أين؟ سنرافق قافلة سعدل بناء على أوامر وائل. أليس هذا أفضل من أن أضيع وقتي معك وأغضب وائل مني من جديد؟ وائل أيضا. مسافر يا سعدل؟ يجب أن ألحق بقافلتي. لا تنسى أن تجلب لنا معك زينة لائقة من مصر. من عيني يا جليلة، من عيني إذا رجعت سالما. وهل هناك خطورة تجعل عودتك سالما غير مؤكدة؟ رفض وائل أن يرسل معي حماية. لو أنك... لو أنني ماذا؟ صحيح، أنتما لم تتزوجا بعد. أراك بخير. أرجو أن أراك بخير. أكان هذا سعدل؟ بعينه ذاهب إلى مصر، وكان يريد أن يتوسطني في إرسال حماية معه. هذا الرجل لا يفهم. الحماية التي نؤمنها للقوافل في أراضينا وليست في مصر. سيرافقه أبو نويرة التغليبي إلى البحر. ماذا يريد أكثر من ذلك؟ هل ستحدثني عن تجارتي والقوافل؟ قل لي، ما الذي أخرك؟ أكنت تنتظرينني؟ كنت أرافق الحطابات فرأيتك خارجة من مضاربكم، توقعت أنك ستصل إلى هنا، ولكنك تأخرت في الخروج لنزهتك اليوم. كنت أودع الزهراء وأستقبل الصيادين. أتعرف أن عشاءكم عندنا؟ عرفت. ألا يسعدك ذلك؟ ليس كثيرا يا جليلة، أنا كبرت على اللحظات المسروقة. نحن لا هناءة لنا إلا بالزواج. أنت تضخم الأمور كثيرا. أهلي موافقون، ولا أظن أنهم سيمانعون في زواجنا بأي طريقة تريحك. أنا لا يريحني إلا أن تزفي بما يليق بك. وائل، أنا لا يليق بي إلا وجودي معك، وكل ما عدا ذلك هراء لا أقيم له وزنا. أنا أقيم له وزنا يا جليلة. أنا لا أرضى أن أتزوجك دون أن أدفع مهرك كما يليق بك، وأدعو إلى حفل زواجنا قبائل بكر وتغلب كلها. أنا وائل بن ربيعة يا جليلة، وأنت الجليلة بنت مرة. لا يمكن أن نتزوج دون أن يكون زواجنا حديث العرب. ثم لا تنسي أنني كبرت في العمر، بعد هذا الانتظار الطويل أتزوج زواجا صامتا أو متواضعا؟ سيساعدك أهلي. هذا ما لا أرضاه. أنا أتزوج بحر مالي وأذبح الذبائح من قطعاني لشيوخ العرب كلهم، فلا ينتقص أحد من قيمة وائل بن ربيعة. ولكن ما العمل؟ هذه الجزية التي ندفعها للملك تكسر ظهورنا كل عام، وإضافة إليها جاءنا هذا المحل. ثم يبدو لي أننا تورطنا في مسألة حماية القوافل دون أن نتهيأ لها بما يكفي. لم يخطر لي من قبل أن الضائقة يمكن أن تتحول إلى عائق. كيف يتزوج الشبان الآخرون حين يمرون في ضائقة؟ يخرجون إلى الغزو، ولكن أنا لا أستطيع أن أغزو الآن. وما الذي ينقصك لكي تغزو؟ لا ينقصني شيء يا جليلة، ولكن من أغزو؟ العرب كلهم في ضائقة. إن الغزو في هذه الأيام مثل القتل الغدر. كما أنني لا أكتمك أنني صرت ميالا للكف عن الغزو.
كما أتمنى أن تكون لحياتنا موارد أكثر ديمومة واستمرارا. لذلك فكرت في حماية القوافل، فكيف أكون الحامية واللصة معا؟ أنا لك، وسأنتظرك حتى آخر العمر. رافقتك السلامة، ذهبي الآن. على قدر الهم تكون الغمة، ومن يرى نفسه كبيرة لا يرضى هدون لما ما بك؟ متى كبرتي؟ كنت أعرفك صغيرة. تتحدث كأنك عجوز، ومتى كبرت أنت أيضا؟ صارت صبية بحق. لا تقترب مني، أين السيف الهندي؟ وهل أستطيع أن أرد طلباً للزير أو أن أجعل أحداً في الدنيا يباهيه بسيفه؟ أشكر حظك أن السيف كان معي أنا عندما هاجم اللصوص القافلة. الآن نستطيع أن نتعانق. هل كنت تسابق الحارث بن عباد؟ سبقني. سيسبقك طبعا، من يحلم بأن يسبق النعامة؟ أنا. أنت مجنون. يجب أن يكون في حياتنا شيء من الجنون، وإلا فقدت الحياة طعمها. ما معنى أن تسبق فرسا عادية؟ يجب أن تفكر في الفوز على فرس مثل النعامة. النعامة وعلى ظهرها الحارث بن عباد، لا يحلم الجن بالتفوق عليه وهو على ظهر النعامة. أعرف هذا الكلام كله، ولعل هذا هو بالذات ما يحرضني على منافسته. لابد إذن أن يدفع الإنسان ثمن هذه عقله. كيف تستطيع أن تحتمل زوجتك رجلا مثلك؟ دعك من زوجتي وقل لي، متى ستأخذني معك في إحدى سفراتك إلى الهند؟ وماذا ستفعل في الهند؟ لا تجارة لديك ألا يكفي أنك تشتغل بالتجارة؟ سأتركك لتجارتك وأتفرغ لمغازلة الهنديات وشرب الخمرة الهندية. قل لي كيف هي خمرتهم؟ أخفتك؟ هكذا يدخل الرجل حي أهله؟ أنت لم تخف طبعاً يا وائل، ها؟ فأنت تحتاج إلى ما هو أكثر من خبب جواد واحد لكي تنهض من مكانك أو تلتفت. جميل أنك ما زلت تتذكر ذلك. متى سنذهب إلى بني بكر؟ أنا أتهيأ منذ ساعة. تتهيأ للذهاب والسهر؟ وماذا عن ذلك الذي يعول عليك وعلى إخوتك في حماية قافلته؟ اذهب مع سلمة وانبشال أرض بحثاً عن هؤلاء اللصوص. ولكن امرأ القيس لا يبدو مبالياً كثيراً بما خسره. نحن يجب أن نبالي، يجب أن يثق الناس أننا قادرون على حماية القوافل. تعني أننا لن نذهب إلى السهرة؟ أنت وسلمة لن تسهرا. إذا كان صاحب الرزق غير مهتم. كفاه. ونحن متى سنذهب؟ مسرور لأنك ذاهب للعشاء عندهم؟ ظننت أنه سيكون من دواعي سرورك أنت أيضا. ولماذا ظننت ذلك؟ لكي ترى جليلة،
أنا اقترحت العشاء عندهم من أجلك. العشاء يكون عند كبير القوم، هل سلمت بأن يكون مرة كبيرنا؟ ظننت أنني عبرت عن رغبتك، قلت لنفسي لعله يريد أن يرى الجليلة. تظنني لا أفكر إلا فيها. لا تحبها يا وائل؟ أحبها، ولكنك تظنني مثلك لا أفكر إلا في النساء. مثلي؟ حاشاك، أنا أحلم أن أكون مثلك. وما الذي يمنعك؟ أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أكون مثلك. أنا لا أعرف كيف أقول كفى لأي شيء. أخرج إلى اللهو فلا أعرف متى يجب أن أتوقف. أغرق في الحب فلا أعرف كيف أشبع إلا حين يعرف جسدي حدوده ويعلن استسلامه. هكذا تفعل كلما خرجت إلى الصيد؟ لا أكف حتى يعلن همام تعبه ورغبته في رؤية عياله، وإلا لظللت أصطاد حتى تنتهي الطرائد. لهذا تشكو منك زوجاتك، ألا تشبع منهن؟ بل يشكين مني لأنني لا أكتفي بهن. أنت يا وائل تحب الجليلة فتتحول عندك إلى مسألة زواج وبناء أسرة. أنا أحب زوجتي فأحب معها نساء العالم كله. مشكلتي أنني لم أعرف شيئا في الدنيا اسمه الاعتدال. تقصد العقل؟ ربما كان هذا هو اسمه. ما رأيك؟ عظيم، ولكن كان يجب أن نفكر فيما هو أكبر من ذلك. يجب أن نسطو على كل لقمة طعام تحاول أن تصل إليهم. لن أجعلهم عاجزين عن دفع الجزية للملك فقط، بل حتى عن تقديم القرى لأي ضيف. يجب أن يحس الفرس والملك الكندي والحميريون بأن وائلا أضعف من أن يقدم لهم الخدمات، ولن يجدوا من يخدمهم غيري. سأجلب وائلا إلى هذا القصر ذليلا ليقدم إلي خضوعه وولاءه. أهلا، أهلا بكم. الجليلة ترحب بك. لست أعمى ولا أصم. ألا ترد عليها إلا هكذا؟ ألا تقدر الأمور أحسن من ذلك؟ بيت فيه رجل سيد وأولاده العشرة وترحب بنا امرأة. لو كنت مكانك لاتفيت بالمرأة. أبي، همام، جساس، جاءنا الضيوف. مرحبا بالضيوف. أين أخوتك الآخرون؟ لديهم ما يفعلونه. ألا نكفي أنا وسالم؟ أنت وحدك تكفي، فكيف أنت وسالم؟ دعني أنني صرت زيادة يا عم. أنتم مساء. كيف حال ابنك شاريش يا أبا همام؟ نرجو أن تتحسن أحواله عند أخواله. قالوا لنا إن هواء تلك المنطقة يناسبه وقد يفيده. ما كنت أتمنى أن ترسله بعيدا عنك، يظل ابنك في أمان أمامك. ماذا تفعل يا وائل؟ بعد أن يكبر الأولاد لا تستطيع إبقاءهم في حضنك إلى الأبد، فكيف إذا كان الابن مريضا مثل شاريش؟ بدأ الحديث عن العيال. أنا سأهرب، أتلحق بي. الضيوف عند أبي، لا أستطيع أن أتركهم. أنت حر، أنا سأذهب. سالم، ليس من اللائق أن تتركني وحدي. سأتركك في حضن أبيك يا صغيري. ما الأمر؟ لا شيء، سالم يريد أن يغسل وجهه. صحيح، أريد أن أغسل وجهي ويدي. فاطمة، فاطمة، من يناديني في مثل هذا الليل؟ أنا نضلة، نضلة بن مرة.
أنت أيضا؟ ماذا تريد؟ تصوري، اكتشفوا أنه ليس لدينا ملح. عندكم ملح؟ ولم يجدوا غيرك يرسلونه لجلب الملح؟ ليس المهم من يرسلون، المهم ألا نقدم طعاما غير لائق للضيوف. عندكم ملح، أليس كذلك؟ عندنا طبعا. هل أنت أصغر أخوتك؟ ماذا تقصدين؟ لأنهم يكلفونك بمهمة صعبة كجلب الملح، ألا يخافون عليك من الخروج ليلا وأنت صغير؟ فاطمة كفاك، ألا تغفرين لي أنني أخطأت معك هذا اليوم؟ طبعا أغفر لك، يجب أن نتسامح دائما مع الصغار. ألا تخاف من العودة وحدك؟ انتظر، قد أذهب معك لحمايتك، أو أرسل من يوصلك إلى أهلك. لا أحب لك أن تقفي هذه الوقفة. ألا تعرف أنني أقفها لأجلك، وأنني لا يمكن أن أقف مثلها لغيرك؟ أعرف، ومع ذلك لا أحبها لك. ودي لو سكبت لك الماء على يديك. جليلة، في الحب يقدم الرجال التنازلات عن كبريائهم وليس ماجدات النساء. ألا ينطبق هذا على حبنا لكم؟ أتمنى ألا ينطبق، لا أستطيع أن أتصورك إلا عزيزة مكرمة. أنا أرى عزتي في أن أقوم على خدمتك. لم تتركي لي ما أقوله حتى لو أردت أن أقول الشعر. حتى أنت تريد أن تترك جلسة الرجال كما فعل أخوك. أرى في الجليلة كبرياء يتعلم منه الرجال. أنت لست بحاجة إلى أن تتعلم الكبرياء يا وائل، وإذا كان لابد من ذلك فأنا أرى من الأفضل أن تتعلمه من الرجال وليس من النساء. أتعلمه يا جساس؟ جساس، قلت أنه ليس بحاجة إلى أن يتعلم. أما قلنا إلا كبرياء في الحب؟ اسمعني جيدا يا عمرو. جساس، يعجبك هذا الاسم؟ نادني جساس. لا بأس، مع أنك أخوها إلا أنك لست أكثر حرصا مني على سمعة الجليلة وكرامتها. أتعرف ذلك؟ أعرف، ولكن لا يليق بك ولا بها أن تقف هكذا أمام الجميع. ومما لا يليق بي أو بها أن ألتقي بها خلسة مثل العشاق الصعالي. تزوجها إذن، ولا تترك المجال إلى قويل. هذا ما اتفقت عليه مع أبيك. أعرف، ولكن سأظل لا أعرف إلى أن تتزوجها. اسأل أباك وسيقول لك إن القحط يؤجل كل شيء. أهلا بالخال. مرحبا بك يا شيبون، وراك وحدك. هل تشاركني الطعام؟ ما جئت إلا لكي أشاركك الطعام. أهلا أهلا بالخال. ما زال هناك الكثير من الطعام، هل أجلب لك؟ ولماذا تجلب أنت؟ أين أمك وأخوك؟ كلهم عند جدي، أمي تساعد في إحضار الطعام، وشيبان يرافق أبي ويساعد جدي في استقبال الضيوف. إخوتك كلهم؟ الذين من أمك ومن غير أمك؟ أظن ذلك. وهل يحتاج جدك إلى هذا العدد الكبير من الأولاد حوله؟ وجودهم حوله يثير اعتزازه. وجود الأولاد يثير الاعتزاز في الحرب وليس على موعد الطعام.
تعلم هذا يا شيبون. هل أنادي لك أحدا منهم؟ ناديهم كلهم، إن كانوا لا يفعلون شيئا سوى أن يتفرج عليهم جدك. هيا. وأبي أحب أن أكل معكم كلكم، وخاصة مع أبيك، ولكن قد يكون وجود أبيك هناك ضروريا. نادي أخاك. هل أنادي أمي؟ لا 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 داعي لها، سنعرف كيف نؤمن طعامنا دون النساء. أمرك يا خال. انتظر، أين تذهب؟ حيث أرسلتني. وتتركني هكذا؟ بماذا تأمرني؟ ألا تعرف أن خالك يحب أن كدت أنسى. أحسنت يا شيبون، الآن تستطيع أن تذهب حيث أرسلتك. شيبون، هل رفعت الطعام عن الأرض؟ نسيت، سأعود بعد قليل وأرفعه. وتترك الطعام على الأرض؟ ويلي منك، قد يدخل كلب أو وحش أو أفعى. دعي وحوش الأرض تأكل من خيرك يا أم شيبان. ليتها تأكل وتذهب لتتركنا في حالنا. ما أخشاه هو أن يطيب لها المقام وتندس في فراش واحد من الأولاد. اعذريني يا ابنة العم، سأرفع الطعام عن الأرض وأعود. ولم يستطع أن يلحق بغبارها. يظل سالم متهورا لا يحسب حساب النتائج، إنه لمن سوء التقدير مجرد التفكير في مسابقة النعامة. هذا يعني أن النعامة هي التي سبقت سالما وليس أنت يا ابن عباد. ماذا تعني يا جحدر؟ اسمي ربيعة يا ابن عباد. احتملها منه يا ربيعة، إنه في مقام أبيك وهو ضيفنا. أحتملها. وماذا تستطيع أن تفعل إن لم تحتملها يا جحدر؟ لست من مقامك يا ابن عباد، ولكني حسبت أن البيت الذي أنا فيه من مقامك. أي أتستعدي علي أيها القبيح؟ جحدر، غادر هذا المجلس ولا تريني وجهك حتى الصباح. ولكن قبل أن أذهب أقول إنني أستطيع أن أسبق ابن عباد وسالما الزير معا بفرس مثل النعامة. هذا إذا عرفت كيف تركبها. الخيل تحتاج إلى خيال يا ربيعة. وقبلت أن تناديه ربيعة؟ كما قال ابن اللئيمة، إكراما للبيت الذي نحن فيه. لا يسوءنك أن يكون ربيعة وأن تكون أنت وائل ابن ربيعة، فما كل ربيعة ربيعة. أقول لكم هناك شيء في حياتنا يجب أن يتغير. لا أرى من الضروري أن يجلس أمثال هذا الإمعة في مجالسنا أو أن يأكل معنا. طوال عمرنا ونحن نأكل معا ونسمر معا يا وائل. وهذا ما أرى ألا يستمر. ولكن أين هو سالم؟ كان معنا ولا أعرف أين اختفى. لعله انصرف إلى الحانة. لا، سالم قرر أن ينقطع عن الحانات، أصبح يفضل أن يشرب في البيت أو في البرية أو مع الطرائد التي يصطادها. سره عند همام. همام وحده يعرف أين يذهب في ليلة كهذه. همام، إن كنت تعرف أين هو فأرسل في طلبه. صدقني لا أعرف. إلى أين يا جحدر؟ سأذهب إلى البيت في شأن صغير. والطعام سيكون جاهزاً بعد قليل؟ سآتي. تعال أرني ما الذي تمسكه بيدك. ما هذا؟ ضربني ابن عباد على يدي.
صدقيني يا عمتي إنه لم يضربه إلا هكذا. هكذا، انظر إلى يده، إنها مزرقة كأنها ضربت بعصا. لابن عباد هذه القوة كلها؟ خمنوا من رأيت اليوم، ليلى العفيفة. أما تزال حية؟ حية وعاقلة مع كبرها وتقدمها في العمر. هذه من القصص التي لا تنسى، وهل يمكن أن ينسى البراق؟ احكوها لنا. أنا أحكيها لكم. البراق يا سادة هو أبو نصر البراق بن روحان بن أسد بن بكر بن ربيعة، يعني هو تغليبي من قبيلة وائل والمهلهل. أحب ابنة عمه ليلى بنت لوكيز بن أسد، وكان لوكيز يحب ابن أخيه فوعده بها، لكن لوكيز كان يتردد على أحد ملوك اليمن وهو ذو صهبان، فسمع الملك بالبنت فطلبها من أبيها لابنه عمرو، ولم يستطع لوكيز أن يرفض طلب الملك. شيبان تعال معي، خالك الزير يريد أن يسهر معنا. أريد أن أسمع قصة هذا الرجل. خالك سالم المهلهل سيحكيها لنا. تزود بنا زادا فليس براجعي، إلينا وصال بعد هذا التقاطع، وكفكف بأطراف الوداع تمتعا جفونك من فيض الدموع الهوامع. ألا فاجزني صاعا بصاع كما ترى، تصوب عيني حسرة بالمدامع. لا يكفي أنك تترك مجلس القوم بل وتنشد من أشعار غيرك. وعرفت لمن هذا الشعر؟ وهل تنسى ليلى العفيفة؟ ولكن لماذا تجلس وحدك هنا؟ هنا أفضل يا أختاه، أشرب وأتمدد على راحتي. ستحرج هماما بذلك، سيضطر إلى ترك مجلس أبيه. ليته يفعل، ولكن لا تخافي عليه، همام لن يترك مجلس أبيه. وتبقى وحدك؟ لن أكون وحدي بعد قليل، أرسلت في طلب الأولاد. سالم، أرجوك أن تذهب وتجالس الكبار. لماذا؟ بماذا أضايقك؟ أنت لا تضايقني، أضعك في عيني، ولكن هماما يريد أن يكون أولاده حوله، سيغضب إن تركوا المجلس. لا تحملي هم همام، أنا أعرف كيف أرضيه، ولن يغضب إذا عرف أن أولاده معي. أعرف أنه يقبلها منك أنت بالذات، ولكن لماذا؟ أختي، اذهبي ودعيني أشرب هذا الكأس بهدوء، ولا تناقشيني أكثر من ذلك. حسناً، سأذهب، ولكن دعني أقدم لك شيئاً. لا أريد شيئاً، اذهبي حيث يحتاجون إليك، هنا لا يحتاج إليك أحد. أتشرب كأسك بلا طعام؟ آه، ستفسد علي أولادي يا سالم. اطمئني، لن يصيروا أكثر فسادا من خالهم أو أبيهم.